السلام عليكم يا شباب، الدنيا تمام عشان نبدأ. يلا استأذنكم، لو كله تمام اكتبوا لي في الشات، اكتبوا حتى رقم 1 او رقم 2 في الشات، رقم 3، اي رقم في الشات. لا كده في بقى مشكلة ولا ايه دكتور؟ طيب تمام ماشي، هي ما بيظهر ليش ان في مسج، بس ما دخلت لقيتكم بعتين، ف مش عارفة بقى ايه المشكلة. خير يعني ان شاء الله. طيب يلا ان شاء الله مع بعض النهاردة، بالتعاون طبعا مع مجموعة الوتن الدولية، مكملين في المقرر بتاعنا الميديكال لابوراتوري داتا. النهاردة آخر مرة بإذن الله، أشوفكم بقى على خير في مقرر تاني طبعا تحت مظلة كامبريدج تكنيكال كوليدج. أنا معكم دكتور ولاء. لو تفتكروا المرات اللي فاتت اتكلمنا عن ال different department في ال lab analysis، يعني الأقسام المختلفة. امبارح أو المرة اللي فاتت أو امبارح كنا بنتكلم عن قسم الكيمياء، وكان ده أكبر قسم، ويعني قلنا قسم الكيمياء كبير جدا ومهم. إنما دلوقتي هنتكلم عن قسم الهيماتولوجي. خلي بالك في قسم الهيماتولوجي ده أكتر تحاليل هتجيلك، يعني ممكن أي حد فيكم يكون قبل كده عمل تحليل صورة دم كاملة. حد قبل كده عمل تحليل صورة دم ولا محدش عمل خالص؟ اللي عمل تحليل صورة دم قبل كده يكتب لي رقم 7 في الشات. أنا ببقى عايزاكم مستصحصحين كده، بس مش عارف انتوا نايمين ولا ايه، ده احنا الساعة داخلة على 12 ايه. محدش عمل؟ طيب سلمى عملت. انا عن نفسي عملت صورة الدم دي اكتر من 10 مرات، ودينا طب الحمد لله اهو. طيب طبعا لما كنت بتشوف تحليل صورة الدم كنت بتشوف ارقام وكتابات وحسابات كتيرة جدا. النهاردة ان شاء الله هعلمك تقرأ كل الحاجات دي وتلاقيها حاجات عادية بعد كده، واي حد من عيلتك يجيب لك تحليل صورة دم على اعتبار ان ده اكتر تحليل بيتعمل تقدر تتعرف عليه. طبعا احنا خدنا تحاليل كتيرة على الفترات اللي فاتت، منها تحاليل السكر، تحاليل البول وهكذا، والقيم المفروض تطلع عليها. النهاردة هنختم بتحاليل الدم اللي هي صورة الدم، ازاي بتقرأ التحليل، وكمان في حاجات تانية غير صورة الدم ساعات بيطلبوا البروثرومبين او معامل التجلط. هنشوف بقى قسم الهيماتولوجي. طبعا قسم الهيماتولوجي ده اللي هو قسم علم الدم، امراض الدم والكلام ده. طب ده بيهتم بايه؟ ده من احد الاقسام المهمه في اي مختبر. ليه؟ لان هو بيقوم بالاجراء الفحوصات والاختبارات على عينات الدم. طبعا اي حد فينا تعبان بيقول له تعالى نسحب لك عين دم ونشوف فيها ايه. طبعا احنا المره اللي فاتت اتعاملنا مع عينات الدم ازاي نفصل بلازما لوحدها، وازاي نبقى نتعامل على السيرم حسب العينه بتاعتنا بنعوز فيها. طيب امراض الدم دي اشاره طبعا انيميا اللي هو فقر الدم، الناس عندها الدم بتاعها نسبته او عدده اقل من الطبيعي، وكمان بيتم الكشف عن عوامل التجلط في الدم وقياس فعاليتها ونشاطها. في ناس بتبقى عندها مشكله من اقل تعويره تلاقي نزيف ما بيقفش، فدي بيبقى عندها مشكله في التجلط، دمها ما بيتجلطش بسرعه. انتوا عارفين من نعمة ربنا لما حد فينا بيتجرح احنا طبعا بنكتب الدم عشان نساعد الجرح انه يقفل بسرعة، بس لحظات والكلوتينج فاكتورز او عوامل التجلط بتطلع وتخلي الدم يتجلط على المنطقة اللي اتعورت او اتجرحت ويوقف النزيف. ده طبعا من ستر ربنا. في ناس بقى عندها ديفكت في المشكلة دي، يعني المشكلة دي ما بتبقاش، يعني بدل ما يحصل عوامل التجلط تطلع وتتجلط، لا بيفضل يحصل نزيف نزيف نزيف. فلو سيبناه بالشخص بالطريقة دي ممكن يتصفى ويموت. فلازم طبعا نبقى من الأول
الدكتور بالذات لو حد داخل عملية جراحية لازم يطلب التحاليل دي عشان ابقى عارف البيشنت بتاعي سليم، الدم بتاعه كويس، الأوعية والشرايين وكل حاجة كويسة، فاعمل العملية ومش هيحصل له نزيف بعد العملية، ولا الدنيا بايظة منه يقوم ينزف مني جوه العملية، القلب يقف، وبعدين نبص نلاقي المريض مات مني ونرجع نقول يا ريت. فطبعا دي مهمة جدا. كمان ساعات بيشوفوا في الدم الأمراض اللي هي المعدية زي الملاريا، ربنا يعافينا. الملاريا ده بتيجي ساعات كده، بتبقى وباء كان زمان ولسه موجود في بلاد في أفريقيا، هو عبارة عن حاجة كده بارازايت بيتنقل في الناموس أو البعوض وبيخش على الدم، الناموسة بتقرص البني آدم فتنقل له الملاريا دي جوه دمه على طول. فالدم برضو بيتعرف إن كان فيه البارازايت بتاع الملاريا ولا لا. الأهمية بقى الكبرى في هذا القسم هي صورة الدم الكاملة اللي هي السي بي سي. السي بي سي ده مش اختصار قناة والله، ده اختصار كومبليت بلاد كاونت، اللي هي صورة أو عدد كرات الدم كاملة. وساعات في ناس بيقولوا سي بي 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 اللي هي بيكتشر، يعني كومبليت بلاد بيكتشر، فالاثنين نفس المعنى بس الأشهر سي بي سي. يعني ممكن بقى مريض تلاقيه ايه شاطر شوية يقول لك ايه ده الدكتور طلب مني سي بي سي، فسي بي سي يعني صورة دم كاملة. انا بس كل لحظات بدخل اتاكد ان انتوا مش بعتيه لان الكومنتات مش بتظهر عندي. طيب العينات بقى اللي بتوصل للقسم ده بتبقى زي ما قلنا سوائل، يعني سوائل سواء دم او سواء سوائل من النخاع الشوكي عشان نعيد كرات الدم البيضاء، ودي في حالات معينه بنبقى خايفين يكون عنده مرض مناعي او حاجه فبنتاكد من عدد كرات الدم. الانابيب بقى زي قسم الكيمياء ما خدنا ان فيه انابيب معينه بنستخدمها، فيه قسم الدم هيبقى فيه انابيب معينه. الانابيب اللي في قسم الدم لونين، يا الغطا البنفسجي يا الغطا الازرق. البنفسجي اللي محطوط الايديتا، لو تفتكروا لما قلت لكم الايديتا بتتحط عشان دي افضل ماده، افضل المواد المناعه للتجلط. ليه؟ لانها بتعمل ايه، بتمتاز ان هي بتمنع الصفائح الدمويه انها تتجمع على بعض، يعني ما يحصلش كلامبنج والعينه تبوظ مني، وكمان ما بتأثرش على حجم كرات الدم، يعني عشان نقدر نقول ده مثلا ماكرو ميجالي مايكرو ميجالي، خلايا كرات الدم مظبوطة ولا كبيرة ولا صغيرة، فهو مش هيأثر على حجمها. كمان بتحافظ على الشكل الشكلي والنوعي للخلايا لمدة طويلة، فدي حاجة كويسة جدا. بيقول لك احنا ما بنستخدمهاش في قسم الكيمياء ليه؟ لأن لما بنحط الإيديتا بتزود كمية البوتاسيوم وتقلل الكالسيوم، فطبعا احنا قلنا في قسم الكيمياء ده بيعمل تشيك على المينرالز من ضمن الحاجات اللي بيفحصها المعادن زي البوتاسيوم والكالسيوم، فما ينفعش نحط له ايد، انما ينفع نحطه في كرات الدم. كمان هي ما بتنفعش للانزيمات بتاعت الجسم وخاصة الفوسفاتيز اللي هو الالكالاين فوسفاتيز اللي كنا واخدينه المرة اللي فاتت، فبرضه مش هينفع تحط عينات الإيديتا في قسم الكيمياء لكن نحطها في قسم الهيماتولوجي واحنا مطمنين. طيب ساعات برضه بنحط الأنبوبة الأزرق اللي هي فيها مانع التجلط، الصوديوم سيترات. صوديوم سيترات لو تفتكروا كنا قايلين فيه منه أنبوبتين، أنبوبة صغيرة وأنبوبة كبيرة، الأنبوبة الصغيرة اللي هي 2 من 10 مللي، والأنبوبة الكبيرة اللي هي 5 من 10 مللي. طبعا نسبة الدم بتختلف وكل واحدة فيهم يبقى ليها اختبار. اللي هي الأنبوبة الغطاء الأزرق الصغيرة دي بنعمل بيها سرعة الترسيب، ومعامل الترسيب ده مهم، الاي اس ار بنشوفه في ترسيب للدم ولا لا، يعني في انفلاميشن ولا لا. إنما الأنبوبة الكبيرة شوية دي اللي بنعمل بيها عوامل التخثر اللي هي الكلوتينج فاكتورز، اللي هو الجسم بيجلط الدم فيوقف النزيف ولا في مشكلة والبيشنت ده هيبقى عرضة لجيله نزيف. طيب نشوف بقى الاختبارات اللي لازم تتعمل او المهمه جدا في معمل علم الهيماتولوجي او امراض الدم. اول حاجه السي بي تي، واتفقنا ان ده العدد الكامل لمكونات الدم كلها. بعد كده الديفرنشال كاونت اللي هو بعد بقى خلايا بعينها، مثلا هنا الخلايا البيضاء، ممكن كمان سرعه الترسيب اللي هي الاي اس ار اسمها اختصارها اريثروسايت سيدمنتيشن ريت، كمان بنعد الخلايا الشبكية اللي هي ريتيكيوليت،
وبنعد الخلايا اللي هي المنجلية اللي هي سيكلينج سيل تايز، كل دي هقول لكم عليهم حاجة. كمان بنشوف عوامل التجلط اللي هي الكلوتينج فاكتور، سواء بقى زمن وقف النزيف اللي هو البلودنج تايم والبروثرومبين تايم والبارشيال بروثرومبين تايم اللي هو البروثرومبين الجزئي والفامبيولوجي. كل دي تستات بتتعمل، بس انا قلت لك اشهرها دايما صورة الدم. شايفين التحليل اللي قدامنا؟ الناس شايفة صورة التحليل؟ لو شايفين اكتبوا 2 في التشات. ماشي يا جن. طب الناس تقول لي شايفة فيه ايه كده؟ حد كده يفتح ويقول لي شايف ايه؟ لو خدنا بالنا هنا السي بي سي اللي هي صورة الدم كاملة، أساسا فوق مكتوب هيماتولوجي فورم، يعني ده نموذج لفحص دم، فأكيد هيماتولوجي هتلاقيه حاجة بقى تبع الدم، فهو هنا صورة الدم كاملة. وبعدين جايب لك ايه الدبليو بي سيز اللي هي كرات الدم البيضاء، الار بي سيز كرات الدم الريد اللي هي الحمراء، الهيموجلوبين، الهيماتوكريت، كل ده هقول لكم عليه يعني بأنواعه. وطبعا هنا الريزلت المفروض يتكتب، وده التمييز بتاعه. كمان هنا في حاجات تانية بيقول لك الليمفوسايتس المونوسايتس، كل دي خلايا في الدم، ويقول لك برضو الأرقام. وكمان هنا طالب الاي اس ار، معامل الترسيب بعد ساعة قد ايه، وهكذا. ده المفروض الفورم اللي بيتملي، وده اللي بيجي لك وتقراه. طبعا المفروض ان اي معمل محترم بيبقى عامل نفس الريفرنس على اخر جنب، فانت لما تشوف ما تتخضش، هتشوف بس الرقم ايه وتبص على الريفرنس اي مظبوط ولا لا. لو هو مش عامل، انا كاتبه لك كل الريزلت دي عندك في البي دي افات اللي معاك، هتلاقيها وقت ما تعوزها تقدر تفتحها وتتعرف على المعدل الطبيعي قد ايه، فتقدر تقول للبيشنت المعدل مظبوط ولا لا. نفس الكلام اهو هيموجلوبين. هنا انا جبت لكم ده ليه؟ هو نفس الشكل بس هنا كاتب بالاسامي، انما هناك كان عامل اختصارات. يعني هناك كان كاتب هيموجلوبين اتش جي، انما هنا هيموجلوبين. الريد بلاد ريد سيل كاونت هنا كاتبها ريد كامله، انما هناك كان كاتب ار بي تيز مثلا. الهيماتوكريت هنا كاتبها هيماتوكريت، هناك كاتبها ام سي تي، بيكتبها اختصار، وهكذا. نشوف بقى الكلام اللي انا قاعده اقوله ده ايه عشان نفهم مع بعض. اول حاجه احنا بنتكلم عن امراض الدم عامه، فامراض الدم لازم يبقى في 3 حاجات اساسيه بنبص عليهم وعيننا عليهم: الصفات الفيزيائيه للدم، يعني الفيزيكال كاركتر بتاعت الدم اتغيرت ولا لا، البلاد كومبوننت او مكونات الدم، والبلاد فانكشن الدم ده وظيفته ايه. فالمفروض كل خليه موجوده في الدم بشوفها شكلها الطبيعي. طيب شكلها الطبيعي، طب بتقوم بموظفتها الطبيعية والمكونات اللي جواها طبيعية ولا فيها اختلاف؟ طيب الدم طبعا ده عبارة عن شكل، من هو سائل من أشكال النسيج الضام، بيبقى جوه الأوعية الدموية. طبعا هو فيه مادة سائلة اللي هي البلازما. جسم الإنسان بيبقى فيه من 5 ل 6 لتر. طيب الدم بقى الفيزيكال كاركتر بتاعته إيه؟ لونه أحمر. طبعا كل ما يبقى احمر فاقع يبقى ده جوه شرايين، انما الاحمر قاتم جوه اورده عشان وجود ثاني اكسيد الكربون. درجه حرارته بتبقى ثابته مفروض عند الناس كلها بنفس درجه حراره الجسم. كثافته بتعتمد على المواد اللي فيه، ولزوجه الدم هي قوة احتكاك الدم بجدار الأوعية الدموية. طبعا كل ما السوجة تعلى كل ما يبقى في مشكلة، لأن كده هترسب في الدم في الأوعية الدموية. البي اتش اللي هي درجة بي اتش اللي هي درجة القلوية والحميضية فيه، المفروض إن هو في الشرايين درجة البي اتش بتاعته 4.7، وفي الأوردة
37 وفي خلايا الجسم معظمها 27. الضغط الأسموتي بقى اللي هو هل في ضغط أسموتي ولا لأ؟ ضغط الاسموذي ده يعني ضغط اي، هقول لك، اي مثلا اسطوانه ماشي فيها محلول بيبقى فيه ضغط. عارفين انت لما بيبقى عندك خرطوم وبتشغله بتفتح الميه تدخل جوه الخرطوم دي بتمشي بضغط، هل يا ترى الضغط بتاعنا بيبقى شديد؟ هو لو انا خرجت، لو حصل ان انا خرجت، ما اعرفش، انا حاسس ان هو بيقول لي ان فاضل لي دقيقتين، فلو حصل ان انا خرجت هرجع تاني فمحدش يطلع من الميتنج، ماشي؟ ده لو حصل، لو ما حصلش احنا مكملين عادي. ضغط الدم بقى بيحصل ايه؟ الاوعيه الدمويه عامله زي الخرطوم اللي بتفتح عليه الميه، الدم ماشي باندفاع معين جوه الخلايا والاوعيه دي. فضغط الاسموزي ده مهم جدا وبيختلف حسب كل حاله مرضيه. دي كانت خصائص الدم. نيجي بقى على مكونات الدم. مكونات الدم، الدم بيتكون من حاجات كتيرة جدا، بس أشهر حاجة طبعا البلازما. البلازما هي بقى اللي جواها كل الخلايا اللي احنا هنتكلم عنها واللي هي شفناها في التحليل. وكمان في كرات دم بقى كل أنواع موجودة في الدم. يعني الدم ده يعتبر كرات دم وبلازما، زي سائل مسقوط جواه كرات دم. البلازما ده السائل، الجزء السائل من الدم، ونسبته حوالي 54%، نسبة كبيرة جدا من الحجم الكلي للدم، والباقي اللي هو 46 ده كرات الدم. كرات الدم اللي هي الألوان بقى اللي هنبقى نشوفها مع بعض. كرات الدم بقى يا دكتور في منها أشكال؟ مش أنا قاعدة أقول لك كرات دم بيضاء وكرات دم حمراء. كرات الدم أو خلايا الدم 3 حاجات، كرات دم بيضاء وحمراء وصفائح دموية. الصفائح الدموية دي وظيفتها إيه يا دكتور؟ الصفائح الدموية اللي بتعمل تجلط عشان البني آدم ما يحصلوش نزيف، وكرات الدم الحمراء دي اللي معايشانا، ما هي دي اللي بتنقل الأكسجين، وكرات الدم البيضاء دي اللي بتدافع عننا أو دي الجهاز المناعي بتاعنا. نشوفهم بقى واحدة واحدة، كل واحدة بتتكون من ايه وارقامها وقياساتها. اول حاجة الريد بلاد سيلز او الار بي سيز اللي هي خلايا الدم الحمراء او كرات الدم الحمراء، دي خلايا شديدة التميز، لها غشاء خلوي عادي ولكنها فقدت النواة بتاعتها اثناء تكوين، كما انها لا تحتوي على سيتوبلازم. يعني هي عاملة زي جهاز جيولوجي والميتوكوندريا والحاجات دي، هي مش ما فيهاش نواة، خلية من غير نواة، بس هي حاجة. طيب مكونات بقى الار بي سيز او كرات الدم، هيبقى فيه الهيموجلوبين والجدار الخارجي. الهيموجلوبين ده اللي هو اهم حاجة بقى، وده اللي بيحدد نسبته، بتقول البيشنت ده عنده انيميا ولا لا. الهيموجلوبين ده عبارة عن اختصاره اتش بي اي 1، ساعات نلاقيه في التحليل مكتوب اتش بي وساعات نلاقيه مكتوب هيموجلوبين كام. الهيموجلوبين نسبته 95% من الخلايا الدم الحمراء، كتير جدا، والباقي بقى هيبقى الطبقة الخارجية اللي هي الجدار الخارجي اللي بيبقى عبارة عن دهون وبروتين. أهم بقى مؤشرات كرات الدم الحمراء عشان نتأكد إنها طبيعية في النورمال ليفل ولا لأ، عندي حجم الكرة اللي هو المين سيل فوليوم، فبتلاقي اختصار في التحليل ام سي في، يبقى المين سيل فوليوم اللي هو متوسط حجم الكرة، هل الكرة دي طبيعية ولا صغيرة زيادة عن اللازم. وبعدين وزن حجم الهيموجلوبين في الكوريا اللي هو بيبقى الام اس الام سي اتش اللي هو المين كروب سيكلر هيموجلوبين، يعني الهيموجلوبين وزنه قد ايه في قلب خلايا الدم الحمراء. كمان تركيزه بقى اللي هو المين كروب سيكلر هيموجلوبين كونسنتريشن، يعني فيش سي زيادة عشان ده فيه تركيز. طيب القرايات دي اللي بتبقى في التحليل، يعني لو وريتك التحليل تاني عشان تفتكر، تحليل مثلا اهو
ادي الار بي سي ودي السي بي سي. ار بي سي اهي تحتها حاجات كتير، هيموجلوبين، وده اهي الام سي في ده احنا سايلينها، والام سي اتش والام سي اتش اتش سي، كل دول المفروض بنعرفهم من التحاليل. طبعا مش احنا اللي هنقعد نعمل تحليل، بس احنا هنقراه خالص. الام سي في قلنا اللي هو متوسط حجم الكوريا، اللي هو او كرة الدم يعني، اللي هو الفوليوم، ده طبعا الوحدة بتسمى في مليتر. طبعا انا مش عايزاك تحفظ الوحدة، انا عايزاك تبقى عارف الحجم الطبيعي لكرة الدم، بيبقى من 82 ل 97. لقيناها أكتر من كده يبقى في مشكلة، لقيناها أقل من كده يبقى في مشكلة برضو في كرات الدم. طيب وزن الهيموجلوبين اللي هو الـ MTH ده بيبقى من 27 ل 33 بيكو جرام، وزن قليلة بس مهمة، زادت عن كده يبقى في مشكلة، أو قلت برضو يبقى في مشكلة. كمان التركيب الهيموجلوبين في كرات الدم اللي هو اللي قلنا الـ MTHC ده بيبقى النورمال ليفل بتاعه من 32 ل 36 جرام لكل ديسيلتر. يبقى احنا اي تحليل لازم هيبقى فيه الام تي سي في والام تي اتش والام سي اتش سي. انواع الهيموجلوبين، هيموجلوبين اقسام فيه كذا نوع، يا هيموجلوبين A و A2 وهيموجلوبين F، حسب كل واحد منهم بيبقى شايل ايه. دول الهيموجلوبين اللي في كرات الدم الطبيعية، انما يعني طول ما هم موجودين ده تمام وزي الفل. هيموجلوبين بقى الغير طبيعي اللي هو الهيموجلوبين S او H او D او C او J او E، طبعا ده معناه ان في مرض وراثي او مرض مناعي في الدم فغير شكل الهيموجلوبين. سوري. الهيموجلوبين اتفقنا مع بعض ان هو مسؤول عن نقل الاكسجين للرئتين، من الرئتين يروح بيه الانسجه، يعني بينقل الدم، بياخد الاكسجين للدم، وبعدين بالتالي بياخد الكربون دايوكسيد برضو يوديه للرئه عشان يطهروا فيها او ينقي فيها. طيب اهميته بقى الطبيه، والله الهيموجلوبين ناقصه او زيادته معناه ان في مؤشر لمرض ما. نسبته بقى، ونركز جدا، اوعى إيه تنسى رقم الهيموجلوبين ده، لانه من اهم الارقام اللي هتقابلك في حياتك. انا مثلا واحده من الناس اول ما ببص على صوره الدم ببص على الهيموجلوبين، لقيت النسبه لو هي في ميل من 12 ل 16 زي الفل وحلو جدا، وقولها ما عندكيش انيميا وزي الفل. لقيت النسبه من 13 ل 17 وهو ميل برضو النسبه زي الفل. طب لو لقيت عندها الهيموجلوبين 10 8 7، لا دي كده انيميك، وخلي بالك لازم تاخدي بالك وتاخدي اي حاجه فيها حديد سبلمنت او هيموجلوبين عشان يعوض النقص بتاع الهيموجلوبين اللي عندك. الهيماتوكريت اتفقنا ان ده الفوليو. الهيماتوكريت بقى خلصنا الهيموجلوبين، نشوف بقى الهيماتوكريت. الهيماتوكريت عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن حجم كمية من البي سي في اللي هو الباكد سيل فوليوم، يطلق عليه ايضا مصطلح كرات الدم الحمراء بعد الطرد المركزي. يعني بعد ما عملنا السنترفيوجوشن الكرات الدم بيبقى شكلها اتغير شويه، فبيبقى زي نسبه مئويه من حجم الدم كله، فبالتالي الهيماتوكريت مهم جدا عشان لو النسبه طبيعيه يبقى خلاص مفيش مشكله، سواء قبل الطرد المركزي او بعد. والله احنا شكينا قبل ولقيناها برضو بعد النسبه مش طبيعيه، يبقى هي مش طبيعيه وكده الهيماتوكريت مشكله. ايه بقى الاهميه الطبيه؟ أرد على أسئلتكم بعد ما نخلص الحتة دي. طيب أهمية الهيماتوكريت الطبية، هو بيقول لك الهيماتوكريت مهم إن هو بيديك مؤشر عن توزيع كرات الدم الحمراء، هي متوزعة حلو ولا لأ. بمعنى زيادة معدل الهيماتوكريت ده بيدل على احمرار الدم، يعني الدم زيادة عن لازم أحمر،
زيادة، وده معناه إن في إنتاج زيادة في كرات الدم بولي سيسيميا، دي حاجة غلط مش حلوة طبعا. أو ساعات أمراض القلب، أو ساعات أمراض الرئة، ساعات حالات الجفاف، ساعات الحروق، كل ده توزيع الهيماتوكريت بيعلى. نعم. الهيماتوكريت بقى لو قل يبقى ده أكيد أنيميا، عنده مشكلة أنيميا. أو حتى في البريجنانسي معظم السيدات الحوامل بتنقص، عشان كده دايما لازم يبقى في متابعة قوية لصورة الدم من فترة للتانية عشان نبقى مطمئنين إنها ما دخلتش في أنيميا. وكمان ربنا يعافينا في حالة اللوكيميا أو اللي هو سرطان الدم، لازم كل مؤشرات الدم ما عدا الوايت بلاد سيلز كله بيقل ما عدا الوايت بلاد سيلز بتاعه. طيب المعدل الطبيعي للهيماتوكريت يا دكتور، المفروض الأرقام الطبيعية بتبقى مكتوبة في التحليل بس أنا قلت أحطها لكم احتياط. الرجال المفروض بيتراوح من 20 ل 52، من 40 ل 52، السيدات من 36 ل 48، طبعا الأطفال وحديث حديث الولادة بيبقى من 50 ل 62. يبقى احنا كده لغاية دلوقتي خدنا كرات الدم الحمراء والبيضاء ولسه ما كلمناش على البيضاء، خدنا الحمراء خدنا فيها الهيماتوكريت والهيموجلوبين، وخدنا الام سي اتش والام سي في والام سي اتش سي. هناخد بقى الخلايا اللي هي ريتيكيوليت، دي كلها خلايا موجودة جوه الدم، دي كلها كرات دم، ماشي عشان محدش يستغرب. بس دي عبارة عن كرات شبكية موجودة في الدم وغير ناضجة وليس لها نواة. الكرات دي رقمها لو اتغير يبقى في مشكلة في الدم، هي أرقامها قليلة جدا من 2 من 10% ل 2%. عندي بقى حاجة مهمة جدا 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 اللي هي معامل الترسيب، ودي بنعملها كتير. معامل الترسيب معدل بقى الترسيب اللي هو الاي اس ار او الاريثروسايت سيدمنتيشن ريت، تعريفه ايه؟ معدل الترسيب ده خطير جدا، هو عباره عن مسافه ترسيب كرات الدم بعد ترك العينه الغير مجلطه، يعني الغير متجلطه في وادي عمودي لمده ساعه او ساعتين من الزمن، وتقاس هذه السرعه بالمليمتر. احنا بنسيب العينه من غير ما نجلطها ونشوف هتتجلط امتى او هتترسب كرات الدم اللي فيها امتى، ونستنى بقى نشوف ايه في خلال ساعة في خلال اتنين السيدمنتيشن ريت ده كان ايه. معدل الترسيب ده مهم جدا في أمراض كتيرة وفي التهابات كتيرة في الجسم. طيب أهميته الطبية ايه؟ هو أساسا دلالة على تأثير العلاج وتقدم المريض. يعني لو المريض كانت حالته الأول وحشة وبعدين مع الوقت لأن المعدل بيقل يبقى ده معناه إن هو بيتحسن. كمان هو دلالة على شدة المرض، يعني لما يكون الـ ASR عالي ممكن يبقى معناها ان المرض شديد، ودلالة كمان على نشاط المرض. أمراض بقى معينة زي السر الرئوي والروماتيزم ربنا يعافيه، ونفرق بينه وبين الأورام الخبيثة، يعني كل ورم في أورام ما بتزودش الـ ASR وفي بتزود الـ ASR، فنبتدي نشك هو مين أو كده. بيقولك عادة احنا بنقيس الـ ASR عشان نتأكد هو المريض ده عنده المرض ولا لا. الـ ASR على فكرة ساعات بيطلع عالي وممكن يكون المريض كان طبيعي بس كان واكل أكلات عملت انترفيس مع البلاد بريشر. طيب المعدل بقى الطبيعي بتاعه هو المفروض أقل من 13 بعد ساعة في الرجال وأقل من 20 بعد ساعة في السيدة. كرات الدم البيضاء بقى، انتوا الناس متابعاني ولا ايه؟ معاك ماشي، الله يعافيك يا جن.
زميلتكم بتقول احيانا بيبقى الهيموجلوبين عادي ولكن في فقر دم المخزون الجديد ليه؟ لا هقولك، هو بدل في فقر دم يبقى في مشكلة في الهيموجلوبين من ضمن حاجات تانية. عاد بيبقى مخزون الهيموجلوبين او المجمع اللي هو التراكمي فيه مشكلة. يعني هو ساي مثلا النهاردة هو عنده بقاله شهر 2 انيميا، بس جه النهارده راح بقى اكل كل الاكلات اللي فيها حديد وراح قاس التحليل، فهيطلع الهيموجلوبين مظبوط في يوميها، بس انما تعالي بكره يسيله هيطلع فيه مشكله. عشان كده كنا بنقول في اكلات ما تتاكلش قبل ما يعمل صوره الدم عشان ما تديش فولس ريزلت. فهي نفس الفكره. فالحاله دي لما الدكتور يشك ان المريض شايفه تعبان بس الهيموجلوبين طالع مظبوط، يطلب منه يعمل التراكمي. هل فقر الدم يسبب اصفرار ابيض العين؟ لا، اللي بيعمل كده مرض اسمه الجوندس او الصفرة، ربنا يعافينا يعني. انما فقر الدم بيعمل وجه شاحب، الانسجه نفسها يعني الشفايف تلاقي لونها باهت وردي فاتح، جفون العين الاحمر اللي فيها فاتح، وهكذا، لان هو بيقلل الهيموجلوبين قل، فكل حاجه بقت شاحبه، الدم يعتبر كانه فاتح كده. هنيجي بقى على كرات الدم البيضاء. قلت لكم كرات الدم البيضاء اساسها المناعه، يعني مناعيه اكتر، بتهتم بالدفاع عن على الجسم. الوايت بلاد سيلز او الليكوسايتس دي عباره عن خلايا ذات نواه، يعني هنا في اختلاف اهو، دي فيها نواه وتختلف عن الكريات الحمراء ببعض صفات فقدان اللون، يعني ما فيهاش لون احمر، واحتوائها على ما تفقده الكرات الحمراء اللي هو النواة والميتوكوندريا والإندوبلازم. هي فيها خلايا حية بقى، إنما الخلايا الحمراء ما كانش فيها نواة. طيب وظيفتها هي بشكل عام دي ديفنس ميكانيزم أو جهاز الدفاع بتاع الجسم، دي اللي بتتصدى لأي هجمات غلط على الجسم. طيب زيادة عدد كرات الدم البيضاء هنسميه ليكوسايتوزس، وده معناه مرض معين، ونقص عدد كرات الدم هيبقى ليكوبينيا، بينيا يعني نقص. المعدل الطبيعي بتاعها من 3.6 من 10 ل 9.6 من 10 ألف خلية لكل مليمتر مربع. طيب أنواع بقى خلايا الدم، الكرات الدم البيضاء، عندي الجرانيولوسايت والأجرانيولوسايت. طيب أنت برضو في التحليل بيبقى من ضمن، احنا خلصنا الار بي سيز، بيتكتب الواي بي سيز. الواي بي سيز ساعات بتتكتب بس، ساعات بتتكتب تحتها الجرانيولوسايد والاجرولوسايد، وبيحسبهم برضه. بس انا عندي الاساس يهمني قوي الواي بي سيز، التوتال بتاعها لازم يطلع من 3.6 من 10 ل 9.6 من 10 عشان نقول ان ده الجهاز المناعي والجسم مظبوط. طب لقينا الرقم اقل يبقى ده عنده مشكله مناعيه خطيره جدا جدا ولازم نديله حاجات تقوي المناعه. لان الرقم اعلى يبقى ده عنده برضو مشكله مناعيه، ممكن يكون عنده اوتو اميون ديسيز، ممكن يكون عنده كانسر، ممكن يكون عنده انفلاميشن شديده جدا، فبناء عليها الكرات الدم ارتفعت قوي. طب ربنا يعافينا لو مريض عنده كانسر، الناس تركز معايا عشان انا هاخد منكم كومنتين. لو مريض عنده كانسر تمام، كرات الدم البيضاء بتاعته هتبقى عاليه ولا قليله؟ يلا شباب، كرات الدم البيضة عالية ولا قليلة؟ يا بسم الله ما شاء الله، الناس كتبت من ده على ده، عالية وقليلة. هو عنده خلل، هو الكانسر ده لازم الجهاز المناعي يشتغل اهو، بلاش كانسر، هو عنده اي دور التهابات، كرات الدم هتزيد، البيضة هتزيد ولا هتقل؟ عنده دور التهابات او عدوى، فلازم كرات الدم البيضاء بما انها شغلتها الدفاع لازم تعمل ايه؟ تزيد. ايوه، عشان تهاجم واتيفر، لو في فيروس في كانسر في انفلاميشن لازم كرات الدم البيضاء تزيد. جميل جدا، يبقى انتوا اتفقتوا معايا ان لازم كرات الدم البيضاء تزيد لو في عدوى. طيب يبقى انا اقدر اتابع العدوى دي بتخف ولا لا عن طريق قياس كرات الدم البيضاء. يبقى انا البيشنت كان جاي لي وحالته متدهوره وشفت كرات الدم عنده لقيتها 1000 مثلا، جه بعد كده اديته علاج وراح ورجع وجالي، قلت له روح، لا ما قبل ما تجيلي روح اعمل بقى صوره كرات الدم، لقيت كرات الدم بتاعته
قلت، بعد ما كانت 1000 بقت 600 400، يبقى معنى كده ان المريض بتاعي اتحسن. ايوه يبقى قلل الالتهاب، برافو عليك. يبقى انا لو جيت اتابعها ولقيتها بتقل يبقى كده معناها انه بتحسن، لقيتها ما قلتش يبقى معناها ان العلاج مش جايب نتيجة ولازم نغير. جميل جدا. الحتة دي كلكم فهمتوها؟ حلوة قوي. زميلكم بتقول كيف نزود كرات الدم البيضاء، احنا مش عايزين نزودها لان زيادتها معناه ان في مرض مناعي، احنا عايزين نحافظ عليها في المعدل الطبيعي اللي هو يدافع عن الجسم من غير ما يزيد ويبقى في مرض مثلا تاني. فنعمل ايه؟ نحافظ على اكلاتنا اللي بتزود المناعة، مكسرات، حبة البركة، السمسم، الحاجات دي بترفع جهاز المناعة، فاحنا بناكلها عشان تحمينا من الأمراض. طيب احنا كنا قلنا في كرات، مكونات الدم او كرات الدم، كرات دم حمراء وبيضاء، واتكلمنا عنهم. فاضل اخر حاجة الصفائح الدموية. الصفائح الدموية دي بقى بتبقى وظيفتها ايه؟ هنشوف حالا. المفروض ان هي اللي بتعمل تخثر للدم او كلوتنج اللي هو تقلص الدم. الصفائح الدموية او البلاد بليتليت دي عبارة عن أجسام صغيرة مستديرة أو بيضاوية الشكل محدبة الوجهين تمثل أجزاء سيتوبلازمية، وهي بتبقى موجودة كمان، ممكن توجد داخل النخاع الشوكي وموجودة جوه الدم عامة. هي بيبقى فيها الـ ATP كتير، والـ ATP ده مهم عشان نقل الطاقة وعشان التجلط والعمليات الحيوية اللي بتحصل في الدم. وظيفة بقى البلاد بلاتلتس اللي هي كرات الدم أو سوري صفائح الدم، أول حاجة في الفانكشنز بتاعتها إنها بتلعب دور مهم جدا في الكلوتينج ميكانيزم. قلت إن هي دورها الأساسي إنها تعمل ترسيب أو تخثر للدم أو تجلط عشان يقف النزيف. التجلط دي لقاها بتشتغله بثلاث طرق. أول حاجة بتعمل زي حواجز أو شبك تلتصق بفتحة الجرح وتمنع النزيف. يعني سبحان الله الجرح مثلا قدامك أهو، دي بتيجي تكون عليه خيوط كده زي شبكة رايح جاي عشان تقفل الجرح ويبتدي يتلم وما يحصلش نزيف. بيقولك بقى هي ايه اللي بيخليها تعمل شبكة جنب بعضها؟ لأنها اللزوجة بتاعتها عالية، فبتترص واحدة جنب واحدة جنب واحدة لغاية لما تقفل الجرح. دي أشهر وأول ميكانيزم في طريقة عملها. تاني حاجة بتطلع مادة السيرتونين والأدرينالين والهيستامين. المواد دي بتعمل انقباض في الأوعية الدموية، فهي بتفرزها بتخلي الوعاء ده ينقبض. فلما ينقبض الجرح يقل الحجم بتاعه وينشف بسرعة. كمان بتفرز الكلوتينج فاكتور اللي هي عوامل التجلط اللي قلت لكم لازم تجري الكلوتينج فاكتور ترسب الجرح اللي مفتوح. طيب يبقى احنا كده عرفنا كرات الدم البيضة والحمراء والصفائح، ولا حد عنده استفسار فيهم؟ الناس لو متابعين لغاية دلوقتي تكتب الاتنين في الشات، اتنين في الشات. الصفائح إذا كانت قليلة تؤثر على الحمل. تؤثر على الحمل عشان كده البريجننت وومن لازم نقعد نقيس لها كل شوية كرات الدم بكل أنواعها طبعا بعد الشر. يعني لو هي ودي حالات مشهورة، لو السيدة عندها مشكلة في التجلط الدم، هو مثلا يعني مفيش سيولة فيه، نسبة التجلط عالية أو نسبة الصفائح عالية، إيه اللي بيحصل؟ ممكن تفقد الجنين. ليه؟ لأن الجنين محتاج سيولة في الدم، عايز الدم يروح له بسرعة من المشيمة من الأم للبيبي عشان يعيش ويكبر وهكذا وينمو جوه أحشائها.
فلو في مشكلة في الدم يبقى معنى كده ان الدم اللي رايح للبيبي فيه مشكلة، فممكن يحصل اجهاض. وعشان كده لو معرفش يعني عندكم دكاترة بتعمل كده، احنا عندنا مثلا ممكن الدكاترة لما تكون في ميل جاياله باجهاض متكرر، يعني حصل حمل وسقطت، حمل وسقطت كذا مرة، فتبتدي لما تروح للدكتور وهي بريجننت جديد يديها دواء يزود سيولة الدم. طب هو بيديهولها ليه؟ ما هو بيديه عشان ما يحصلش تجلط والجنين ما يتغذاش، فيبقى في سيوله في الدم، الدم رايح للبيبي كويس وزي الفل. بس دي بيدهولها في الشهور الاولى، بيجي بقى يوقف في الاخر عشان انا مش عايز يحصل سيوله في الدم اجي وقت الولاده يحصل لها نزيف. فكل حاجه ليها، كل حاجه ليها تفكير. ايوه، هما خصوصا اثناء الحمل المجهري، اي حمل فيه مشكله لازم يخلي البلاد فلو عالي، يعني رايح جاي للجنين براحة والجنين واصل له الكمية المطلوبة. إنما لو ما فيش مشكلة خلاص ممكن ما يكتبوش، بس هو هيجي في الشهور الأخيرة يوقفه عشان ما يحصلش نزيف للأم وقت الولادة. طيب الناس لغاية دلوقتي انت معاني؟ خلصنا كده كرات الدم. هنا بقى عملت لكم كل التحاليل تحت بعض عشان ما تتوهوش، لتجميعة كده. ده السي بي سي. ثانية، انتوا كاتبين حاجات في الشات؟ ماشي. دي السي بي سي او الكومبليت بلاد كاونت. الهدف بقى الرئيسي ان انا اعملها بقدر كل مكونات الدم اللي عندي، المكونات الاساسية طبعا لو هي زادت او نقصت عن المعدل الطبيعي يبقى دي حالة مرضية. ايه بقى اللي بقيسهم؟ زي ما اتفقنا كلهم تراجعوهم كده معايا مع نتذكر الاختصارات بتاعتهم. الار بي سيز اللي هي كرات الدم الحمراء، الدبليو بي سيز اللي هي كرات الدم البيضاء، البلاتليت اللي هي الصفائح الدمويه هو بيكتبها بي ال تي، ده اختصارها بلاتليت. الهيموجلوبين قلنا هيتكتب هيموجلوبين بالانجلش هيتكتب اتش بي. الهيماتوكريت، الهيماتوكريت الاتش سي تي او البي سي في. كمان المتوسط حجم كرات الدم اللي هي الام سي اتش، وتركيزها الام سي اتش سي اللي هو التركيز الكونسنتريشن، ومتوسط حجم كرات الدم اللي هو الام سي في. ما هو احنا قلنا فيه ام سي في وام اللي هو الام سي اتش اللي هو المتوسط حجم الهيموجلوبين، وكمان التركيز اللي هو الام سي اتش سي. كمان بقى الصفائح الدمويه بيقيس لها المتوسط بتاعها اللي هو الام بي في، ودي قليل قوي ما بتتقاس، لما يكون في بقى مشكله بيبتدوا يقيسوها، لكن لما مفيش مشكله خلاص. وبيشوف توزيع كرات الدم اللي هي الار اللي هو الار دي دبليو، وتوزيع الصفائح الدمويه اللي هي البلاتليت ديستريبيوشن اللي هي بي دي دبليو. تمام كده، دي العناصر اللي لازم تكون موجوده في التحليل ومكتوب جنبها ارقام. طبعا هم لغايه رقم 8 ده الاساسي في كل الحاجات الاخرى بيكتبوا لما يكون في مشكله مرضيه فلازم يقيسوا. طيب احنا يعني قاعدين نتكلم في السي بي سي في السي بي سي كل شويه. طب يا دكتور هو ليه اهميه ان انا اعمل تحليل شامل لكرات الدم؟ ايوه قلت لكم مهم جدا من كرات الدم. انتوا عارفين ان ناس كتيره بيتعرف وتشك انها عندها كانسر من صوره الدم بس، من صوره الدم بس نبتدي نشك ان في كانسر ونعمل بقيه التحاليل. واحد بيجي مثلا مريض بيشتكي، ودي حصلت قدام عيني، ان ابنه عنده دايما سخونيه وما بتروحش، فالدكتور يعني ما جاش في دماغه ربنا يعافينا انه عنده كانسر او حاجه زي كده، فكر ان عنده بارازايت معين، فطلب منه شويه تحليل في اليورين والستول عشان يشوف ايه الديدان ولا البارازايت اللي في معدته، الستول اللي هو البراز، وكمان طلب تحليل صوره الدم. فوجئ من تحليل صوره الدم انخفاض شديد في كرات الدم الحمراء وارتفاع شديد في كرات الدم البيضاء، فخاف قلق. اما طلب بقى بقية تحاليل وأشعاعات اكتشفنا إن عنده كانسر. طبعا الحمد لله اتلحق في المراحل الأولى والحمد لله هو بيتعافى. فطبعا دي يعني أساسية مهمة جدا جدا جدا. طيب يبقى أنا مهم عندي إن أنا أعرف صورة الدم الكاملة، سواء بقى الأر بي سيز ومؤشراتها اللي هي الحجم بتاعها وحجم الهيموجلوبين وتركيز اللي هو الإم سي اتش سي والإم سي اتش والإم سي بي، كمان اعرف خلايا الدم البيضاء اللي هي الدبليو سي دبليو بي سيز والصفائح الدمويه اللي هي البليتليت وكميه الهيموجلوبين اللي هي الاتش بي.
لا هو مش اثبات. كويس ان انتوا بتسالوا، ما شاء الله بتشغلوا دماغكم. بص يا جنى، هو مش اثبات للكانسر ان نلاقي كرات الدم البيضاء عاليه. كرات الدم البيضاء العاليه ممكن تشككني في الكانسر، او في انفلاميشن، او في فيبر، حمى، او امراض كتيره جدا. فهي معنى وجود كرات الدم عاليه ان انا لازم هشك وابتدي اكمل بقى تحاليلي واشوف ايه اللي عند المريض. بس اي مريض مثلا كانسر لازم هتلاقيهم عاليين عنك، فهمتي؟ يعني اي مريض كانسر لما يجي تعمل له تحاليل لازم هتكون عاليه، انما وجودها من الاول عاليه مش معناه ان هو مريض كانسر، لا. ما ممكن يكون عنده دور حمى، ممكن يكون عنده دور التهابات، عنده دور لوز، عنده دور في مفاصله، يعني ليها اسباب كتير. تمام؟ عشان بس ما تترعبوش يعني، واي حد يشوف تحليل يتخض ويقول الدكتور قال لنا كذا. فهمتوني؟ لو فهمتوا الحته دي بالذات اكتبوا لي 3 في الشات. احنا هنشخص الحاله ازاي؟ لقينا كرات الدم البيضاء عاليه لازم نطلب تحاليل اضافيه. ما هو هنطلب تحاليل اضافيه منين؟ من الهيستوري. اسمع من المريض، خد من المريض هيستوري، هيبتدي يقول لك عنده كذا كذا كذا. اي حاجه هيقولها بتوصل لارقام فلكيه 100 واكتر كمان. اي حاجه الهيستوري بتاعته سجلها عنده. والله قال لك ايه، انا كان عندي السنه اللي فاتت دور حمى، يبقى ممكن يكون الدور رد عليه. انا عندي السنه انا مريض روماتيزم وبتعالج منه، يبقى ده ممكن سبب الارتفاع. انا كان عندي دور برد جديد ولسه قايم منه، ويبقى ده برضو سبب الارتفاع، وهكذا. عاده ارتفاع الامراض العاديه بيبقى بسيط، انما لا قدر الله في حاله اللوكيميا والبون مارو كانسرز والحاجات الشديده شويه بيبقى مهول، ارتفاع عالي. ما هو عنده دور برد وعنده لوز، برافو عليك. اي حاجه عنده اخد هيستوري اقعد اساله، لان ممكن يكون عنده دور برد عادي وهو اللي رفع له كرات الدم. تمام؟ احنا كاتبين بقى، انا كاتبه لكم الحاجات الامراض اللي بتشخص عشان انتوا عارفين انها مش لوكيميا بس، وتودوا المريض في داهيه. انت متخيل لو انت شفت كرات الدم البيضاء عاليه وقدامك المريض ده حد معرفه ولا حد كان بيسالك، قلت له يا نهار ابيض انت عندك كانسر، كرات الدم البيضاء عاليه، انت عندك كانسر، انت يعني شوف بقى هيجرى له ايه. والله ده يموت فيها. يعني خلي بالكم ان المريض الايحاء اكتر شده ورعب من المرض نفسه. انت عارفه لو جالك بيشنت ومريض عنده مرض شديد جدا وانت قلت له ده انت زي الفل، انت لو خدت العلاج هتخف وتبقى زي الفل. الحمد لله ان انا ما انا عشان كده قلت لكم اللي فاهمها بس يعمل لي 3 عشان اتاكد ان انتوا فاهمين. لما تقول له انت زي الفل وهو عيان، انت كده خففته بنسبه 50%. الايحاء مهم جدا. احنا كنا عملنا مره تحليل، يعني تجربه، انا عندي ابحاث كتيره الحمد لله، عندي فوق 80 بحث، حاجه و80 بحث يعني. فكنا عملنا في مره بحث، ادينا الفئران بنديها بلاسيبو. بلاسيبو ده يعني بنوحي ان احنا مدينهم دواء. يعني احنا مثلا المفروض بندي الدواء لمجموعه معينه ومجموعه تانية عاملين فيها المرض وما بنديهاش دواء عشان نشوف الكومبليكيشنز او المرض هيحصل فيه ايه، ومجموعه بنديها ايحاء ان احنا بنديها الدواء، فبنديها العينه من غير الماده الفعاله. يعني مثلا بنديها نفس شكل الكبسوله، لو هي مش كبسوله بقى احنا بندي فريم، بنديها نفس النوع مثلا الحقنه اللي هنديها بس صلاين ميه يعتبر. يعني لو انا مدوبه الماده الفعاله بتاعتي في صلاين ومدهوله حقنه انترا بروتينال مثلا، بديه للفرن لمجموعه تانية حقن انترا بروتينال من غير اللي هي صلاين، بس بيخفوا ساعات مع انه مش واخد حاجه. طب بلاش على الفرن، على البني ادمين بقى بنلاحظها اكتر. على البني ادمين احنا كنا مره عاملين تجربه مقسمينهم جروبات، في جروب عنده المرض وما بيتعالجش بياخد حاجات مثبطه وخلاص، وجروب تاني عنده المرض وبنديه الدواء الاصلي، وجروب تاني عنده المرض وبنديله دواء ما فيهوش الدواء، يعني بنديله كانه ايحاء كبسولات فاضيه. الناس اللي كانت بتاخد البلاسيبو خفت برضه. ليه؟ لان هي الايحاء شغال ان انا باخد الدواء وهبقى زي الفل. فالبلاسيبو ده خطير جدا.
انت عارفه مثلا لما تكوني تعبانه وانت ما انتش عارف وزميلك يقول لك طب بس خد لك حبايه المسكن دي هتخف، وتلاقيك خفيت مع ان ممكن تكون هي ما اشتغلتش كويس ولا حاجه، بس البلاسيبو، البلاسيبو يعني ايحاء اشتغل. فانا مش عايزاك تشغل البلاسيبو، بالعكس ما يبقاش العيان سليم وارعبه، ارعبه وخليه يموت في جلده، انما العكس. انا وظيفتي وانا قلت لكم دي اهم حاجه في قراءه التحاليل، ما تتكلمش كتير وما تتسرعش، اول لما تشوف التحليل قول له الله ده انت زي الفل، بس كذا كذا بقى اللي هو ايه، تبتدي تقول له والله ده انت لو خدت العلاج بتاعك هتخف، ده انت عندك بس كرات الدم الحمراء قليله شويه، يعني كلك بقى ايه شويه اكلات فيها حديد على شويه فيتامينات وانت تبقى زي الفل. مثلا اتعلم دايما، احنا في تكنيك عندنا بنقول الساندوتش تكنيك. ساندوتش تكنيك ده ايه؟ اللي هو بقول حاجه بوزيتيف وبعدين حاجه نيجاتيف وبعدين حاجه بوزيتيف. ما ينفعش اخض المريض واقول له النيجاتيف في وشه، مع انه هو ممكن يكون النيجاتيف خطير جدا، بس ما ي... لازم ازوقه، يعني لازم اجيب قبليه حاجه وبعديه حاجه، تمام؟ يعني اقول له والله الحمد لله التحاليل كويسه، الحمد لله انت صحتك زي الفل، بس لو تاخد بالك من كذا كذا كذا، بس ان شاء الله لما تسمع كلمه تبقى زي الفل. فهمتوني؟ الحته دي مهمه جدا. فهمتوني يا شباب؟ الناس اللي فاهمين لغاية دلوقتي اكتبوا 3 في الشات. طب الناس اللي عندها مشكلة يكتبوا 4 في الشات. رقم 4. محدش عنده مشكلة؟ طب الحمد لله. طيب جميل. طيب بصوا بقى، ايه بقى الامراض اللي بيتم تشخيصها عن طريق تحليل السي بي سي؟ زي ما اتفقنا طبعا اشهر حاجه الانيميا، امراض فقر الدم. الانيميا انواع، طبعا انا ما دخلتكوش فيها، بس انواع الانيميا دي حسب كرات الدم شكلها ايه، حجمها صغير حجمها كبير عددها مش عارفه ايه، فهي الانيميا انواع، بس المهم ان كلها فقر دم او ايه نقص في الدم. كمان الكشف عن اللوكيميا او سرطان الدم، ربنا يعافينا. كمان الامراض النزيف اللي هي البليدنج ديزيز، قلنا طبعا في النزيف هيبقى عنده مشاكل في البلاتلت اللي هي الصفائح الدمويه. كمان الالتهابات، الكشف عن الالتهابات، اتفقنا في الالتهابات كرات الدم البيضاء هترفع. كمان اي خلل في وظيفه النخاع الشوكي او النخاع العظمي اللي هو البومار، لو في خلل في النخاع العظمي يبقى كرات الدم تكوينها مش هيبقى مظبوط، وبالتالي هيبقى في مشكله في صوره الدم كلها. تمام كده يا شباب؟ اخر حاجه بقى عوامل التجلط. الناس كده كلها لغايه دلوقتي متابعاني ولا ايه؟ تابعينك يا دكتور. تمام تسلم. عوامل بقى التجلط، عندي الكواجيوليشن فاكتور، قلت لكم دي حاجات بتبقى موجوده تبع الصفائح الدمويه، لو هي شغاله بكفاءه يبقى مفيش مشكله، والدم هيتجلط بسرعه جدا ويحصل وقف للنزيف بسرعه. طيب نعرف منين بقى في مشكله؟ هنلاقي الوقت امتد عن الطبيعي، يعني لو زمن التجلط الطبيعي من دقيقه لخمس دقائق ممكن يقعد لغايه 10 دقائق والدم ما اتجلطش، يبقى ده في مشكله في التجلط عنده. واكيد بتشوفوها، يعني بتشوفوا في ناس عندها نزيف لو جاست اتخبط، لو بس خبطه صغيره جدا تلاقي جسمه نزف تحت الجلد، وتلاقي بقى فيه لون ازرق لون احمر، بس ايه لو خفيفه الخبطه، انما لو خبطه تقيله كل الناس هيحصل لها كده. وفي ناس مثلا لو اتعورت تعويره عاديه جدا، المفروض اللي هي لو حد مثلا شك شكه بالشكاكه هيحلل تحليل معين بنقطه دم، تبص تلاقي النقطة دي جابت له دم كتير جدا، مع ان انت نقطة كانت أول مرة في حياتي أشوف حد عنده مشكلة في تجلط الدم، كنت ساعتها لسه في الثانوي، فواحدة اتنين زمايلي بيلعبوا مع بعض عادي، فواحدة عارفين الألم، ألم النك فيه بتهزر مع زميلتها، فالألم سن الألم جه في إيد زميلتها، لما جه في ايد زميلتها البنت نافوره دم اتفتحت نزيف غير طبيعي،
والمشكلة إن إحنا يعني في المدرسة كنا صغيرين لسه، والمدرسين ما كانش حد فاهم في إيه اللي حصل، ما حدش مثلا فكر إن هو نلحق نقفل النزيف ونطلع بالبنت بسرعة على المستشفى، فين وفين على ما تصرفوا. بس طلع البنت دي عندها مشكلة في التجلط، طبعا ما كانش حتى أهلها يعرفوا، يعني كانت لسه أول مرة يكتشفوا. ومن ساعتها أنا بقيت أخاف دايما من أمراض الدم، عشان كده بفضل أأكد قوي على الناس عندي. فيعني أنت متخيل شكة الألم، شكة الألم خلت يحصل نزيف. ليه؟ لأن هي ما عندهاش عوامل تجلط تساعد إن يلم بسرعة النزيف ويقف. طيب بنعرفها منين؟ 3 اختبارات بيتعملوا عشان نتأكد إن في مشكلة في الكواجيوليشن. اختبار زمن وقف النزيف اللي هو البليدنج تايم، النزيف هيقف إمتى؟ فهو المفروض إن هو بيقول لك هنا أهي بيعمل، تتمثل في عمل وخز أو جرح، دي سهلة دي بتعمل عادي. هو ده تقريبا زي اللي حصل لزميلتي اللي بقول لكم، هو يعني هو هنا حصل وخز هو بيعمله، انما هو اللي حصل ان كان حاصل لها بألم مثلا سن ألم بالقرب من منطقة الشعيرات الدموية وملاحظة الزمن الذي يتوقف عنده النزيف. هنشوف بقى ايه النزيف ده هيبطل امتى. المفروض في الطبيعي زمن وقف النزيف ده بالطريقة دي من دقيقة ل5 دقايق. لو اكتر من 5 دقايق يبقى عندها مشكله ولازم تطلع جري على المستشفى، وطبعا يبقى مقفول على مكتوم الجرح وطالعين جري على المستشفى. طيب تاني واحد بقى اللي هو البروثرومبين تايم. البروثرومبين تايم بيتعمل في المعمل، ليه طريقه بيشوفوا البروثرومبين هيتكون. البروثرومبين ده حاجه بتعمل تخثر في الدم او تجلط في الدم. المفروض ان الزمن الطبيعي ليه بيطلع من خلال 11 ل 16 ثانيه. متخيلين المادة دي بتتفرز بسرعة جدا عشان يحصل تجلط، دي بتتقاس في المعمل. الأولاني بس اللي بيتقاس، اللي ممكن يتعمل كده من غير، مش لازم معمل. البروثرومبين تايم لو زاد يبقى مشكلة، مشكلة إن هو بيتأخر على ما يطلع، يعني معنى كده إن التجلط هيتأخر. كمان اختبار البارشال بروثرومبين تايم اللي هو بطريقة جزئية، يعني ساعات بيعملوه إيه، يشوفوا هو طلع كله ولا جزء منه. فالمفروض ان هو البارشال بروثرومبين تايم اللي هو بيوصل للذروه بتاعته كله من بين 25 ل 35 ثانيه. اصل هو ممكن البروثرومبين يتفرز بسرعه جدا بس ما يتفرزش الكميه الكافيه، فلازم يتعمل التحليلين، واحد البي تي والاي بي تي اللي هو البارشال بروثرومبين تايم والبروثرومبين تايم. البروثرومبين تايم اللي هو المفروض يطلع البروثرومبين من 11 ل 16 ثانيه، انما الثاني يكون وصل للذروه من 25 ل 35 سنه. التحاليل دي مهمه جدا في حالات الناس اللي عندها مشاكل مع النزيف، الناس اللي عندها او الناس اللي داخله تعمل عمليه جراحيه، او مريض سكر، او ما هو مريض سكر ده عرضه ان كل شويه يحصل له نزيف، فلازم كل شويه نتابعه نعمله تشيك اوت او تشيك اب كل فتره كده، نكشف عليه كله ونعمله التحاليل كامله ونطمن ان الدنيا تمام. كمان واحده رايحه تولد، كمان طفل اتخبط وتعور جامد، نزف جامد، فنبتدي نقلق. كل الحاجات دي لازم تخلينا عارفين ان نشوف المريض اللي قدامي عنده مشاكل في الدم ولا الدم بتاعه زي الفل. طيب انتوا عندكم لغاية دلوقتي الناس متابعة معايا، عندكم مشاكل ولا كله زي الفل؟ لو مفيش مشاكل اكتبوا لي رقم 5 في الدم. معك يا دكتور. طيب اللي عنده مشاكل يكتب لي رقم 4 في الاتشي. الناس فاهمه لغايه دلوقتي؟ هو كده كده انت مش هتحفظ الحاجات، انا بس ببقى عايزاك تبقى فاهم هتقرا ايه وتشوف ايه وتبص على ايه. بس انا لاني تعبانه فحاسه ان انا يعني مش موصله لكم معلومه، فمستغربه ان انتوا فاهمين الحمد لله ومتابعين لغايه دلوقتي. طيب جميل جدا. المفروض لغاية دلوقتي ان احنا نعتبر خلصنا، بس عايزة اراجع معاكم كده حاجات اساسية. انت دلوقتي كل واحد فيكم انا هسأل وانتوا اللي هتدوني الاجابة. انت دلوقتي جالك تحليل
انا خلاص مع الزمن قلت لك كل الاختصارات الكومن او التحاليل المعروفه، لان في تحاليل سيرولوجي انا ما دخلتش الاسترولوجي. الاسترولوجي دي ما حدش يشتغل فيها الا متخصص، الامصال والحاجات بقى اللي هي، ودي هيبقى ليها كورس في الناس اللي ده شغلها، وحتى المايكروبيولوجي ان ديتيلز وانواع ميكروبات معينه وحاجات كده دي متخصصه قوي، فدي مش يعني مش في الليفل اللي هو بنديه للجنرال او للتخصصات الطبية كلها. فأنت لما هيجي لك أي تحليل، عادة التحليل هيبقى صورة دم، هيبقى تحليل في السيرم، تحليل هرمونات، تحليل سكر، تحليل بقى يعني أي مينرالز، كالسيوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم كده يعني. فأنت لما بيجي لك التحليل طبيعي هتبص على الريزلت اللي هي القياسات بتاعة المريض، والريفرنس اللي هو الستاندرد المكتوب اللي هو المرجعي، الرقم المرجعي. فلو المعمل كاتب الريفرنس زي الفل، فانت بتشوف قرايه المريض وتشوفها واقعه في النورمال ليفل ولا لا، يبقى انت من الاول كده عرفت المريض الدنيا تمام ولا لا، مش واقعه في النورمال ليفل شوفها زي ده ولا لا، ولا ناقصه، عشان الزياده معناها حاجه والنقص معناها حاجه تانية. لو مكتوب تحت تقرير، اقرا التقرير اللي الدكتور كاتبه تحت بتاع المعمل، شوف التقرير هيبقى زي اللي انت طلعته، زي الاحتمال اللي انت طلعته ولا ايه. طيب الناس بقى اول لما يجي لي تحليل، حد من قرايبنا عامل صوره دم وجايبها لي وقال لي معلش كده يا دكتوره، انا عرفت ان انت بتفهمي في قرايه التحاليل، شوفي لي كده التحليل ده حلو ولا وحش، هتعمل ايه؟ اول كلمه هتقولها ايه للبيشنت؟ يا جامد، الحمد لله يا رب. ماشي. اول ما اشوف اول ما افتح التحليل كده، قبل ما عشان وشي ما يتغيرش وما اتخضش وما رعبش البيشنت اللي قدامي، اقول له زي الفل بسم الله ما شاء الله، ما اشوفه لك كده وابتدي بص. انت اول ما نجاح، انت اول ما يسالك هتعملي كده؟ المريض هيسرق منك، هيموت. تمام، نفتكر كلمة ساندويتش تكنيك. ساندويتش تكنيك دي استخدمها في حياتك كلها مش بس مع البيشنت. ما تقولش الواحد كلمة وحشة إلا لما تكون قايل قبلها حلو وبعدها حلو عشان يهضمها. ما ينفعش تبدأ معاه أيوه أهم حاجة، أقول له أنت أحسن مني، لا هيقول ده بتقر عليا. خلي بالك هيقول مش عارفة بتقر دي عندكم ولا أنا عندنا في مصر. يعني بتحسدني، هيقول ده بتحسدني، ده بتخمس في وشي يعني. انا هقول له ايه ده ما شاء الله، اللهم بارك، ده انت زي الفل خالص، بس لو خدت بالك من كذا وكذا وكذا، ده الهيموجلوبين قليل شويه، ده انت عايز تتغذى وتاخد بالك من صحتك، او السكر بتاعك عالي شويه، انت شكلك مش ماشي على العلاج بتاعك، لو مشيت على العلاج هتبقى زي الفل. هل يستحسن ان انا اقعد ارغي مع المريض واقول كلام كتير فيما يخص التحليل؟ برافو عليك، قلت ما نتكلمش كتير مع المريض. ليه؟ لان مش انا الطبيب المعالج، يروح للطبيب المعالج بقى يتعامل معاه. احنا عندنا في مصر بيقول لك ايه، ان يعني فالكم في الارض، في كده اللي هو ما تديش فال وحش للبيشن، ما اقولوش انا الكلام، ما بقاش انا اللي بدي الفال الوحش. تمام، اما يروح بقى المتخصص هو يقوله له بطريقته، وهيقول بالساندوتش تكنيك، يعني ان هو يقول كلمه حلوه وبعدين كلمه وحشه وبعدين كلمه حلوه، ده لو هو بروفيشنال. لو مش بروفيشنال هيقول له اذا بتشوف في التلفزيون كده انت فاضل لك 10 ايام وتموت. طيب لو انا بقى اللي متخصص، يعني لو انا متخصص وجالي التحليل ولقيت مثلا زي ما قلت لكم التحليل في شك، اللي هو مثلا عندي كرات الدم البيضاء عاليه، فانا كده احتمالات كتيره، هقول له ده انت كرات الدم البيضاء عاليه بس، ولا اقول له ايه طب احكي لي كده بس القصه المرضيه بتاعتك، وانت كان ايه السبب، ولا ايه اللي حصل لك وحللت ليه؟ لازم اخد منه في الوضع ده هيستوري عشان ابتدي اشك. اه بسال على الهيستوري، ابتدي اشك وبناء على الهيستوري ابتدي اتوقع هو انهي حاجه ممكن تكون عنده. ايوه، يعني في اوقات بحتاج اجمع معلومات وفي اوقات ما بتكلمش، انا ما بقعدش احكي قصه حياتي مع البيشنت في اول لما امسك التحليل، لا انا ممكن ابتدي اجمع منه معلومات اما اشك في حاجه في التحليل.
اي تحليل جالي، وانا عاده لما حد بيعوز تحاليل عاده مش هي مش بي قليل قوي ما بيشوفني فيس تو فيس ويوريني التحليل، فبيبعتولي على الواتساب او بيبعتولي على الماسنجر او وات ايفر يعني. فلما بيبعت لي التحليل كده في اريحيه في الوقت معايا، ان انا هبص على الارقام واشوفها مع الريفرنس وادي كومنت حلو جدا. فانت لو الريفرنس عندك خلاص انت تقدر تدي كومنت وقتي، لان خلاص الارقام مرجعيه عندك والحمد لله الارقام طبيعيه، ده زي الفل سهل ترد عليه. الارقام عاليه شويه او قليله شويه، تحاليل عاديه يعني زي تحليل املاح ولقيت ان هو عنده اليوريك اسيد عالي، فخلاص ده باين ان عنده املاح، فانا اقول له ايه والله الحمد لله الدنيا زي الفل، بس خلي بالك انت عندك شويه املاح عايز تمشي بقى على علاج الاملاح عشان يقلوا عندك، واشرب بقى سوائل وميه مثلا. فدي تحاليل حلو جدا ان هو يبعتها لك على الواتساب. فانت ممكن لو حد وقفك ويقول لك ايه خد يا دكتور شوف لي بس التحليل ده او كده، قول له طب ابعته لي على الواتساب ليه، عشان يبقى معاك وقت تقدر تبص كويس وتفكر كويس وتدي قرار كويس. طيب لو ما فيش قدامي ارقام مرجعيه هعمل ايه؟ لو مفيش ارقام مرجعيه، وطبعا انا استحاله ما انا مش كمبيوتر هحفظ كل الارقام، انتوا متخيلين انا بديكوا ارقام بقالها قد ايه؟ انا طبعا مع الزمن عندي ارقام كتيره حافظاها، اللي هي حاجات الهيموجلوبين، حاجات خطوط الدم، حاجات السكر، في امراض في ارقام ثابته كده بتبقى ثوابت بنحفظها. انما مثلا انا ما ببقاش فاكره الام تي اتش قد ايه بالظبط، لازم ابص في الريفرنس مثلا. فانت لو مفيش ريفرنس هتعمل ايه؟ محدش رد ليه؟ بالعقل كده شغل مخي، هعمل ايه لو مفيش ريفرنس؟ اولا هو المعمل المحترم اللي دايما بيحط ريفرنس، المعمل اللي مش شاطر قوي هو اللي ما بيحطش ريفرنس، ودي غلطه تؤخذ عليه. والله لو مفيش ريفرنس هيبقى قدامي حاجه من اتنين، هعمل سيرش كده سريع باسم التيست على النت. لا مش هطلب يغير المختبر، ما هو عمل وخلاص، هو عمل ودفع فلوسه جاي لي ابص له عليه، فانا مكتوب خلاص ببص عليه. او ارجع للداتا اللي انا بعتها، انا مديك في الداتا كل الارقام الطبيعيه دايما، المعدل الطبيعي في كل حاجه تلاقيني كاتبه لك المعدل الطبيعي، معدل وعاده بكتبه بلون مخالف عشان تبص في السلايد تجيبه بسرعه. مش لازم اقعد اسمع التسجيل، بص في البي دي اف على السريع، يعني انت مثلا مع الزمن عارف ان انا مديك من على النت برافو عليك، او من على البي دي اف اللي من ده. انا مديك مثلا البلاد، حاجه البلاد كلها النهارده، مديك حاجه الكيمياء المره اللي فاتت، انا كنت بتعمد اعمل كده عشان خاطر تبقى عارف انت هتبص فين لما تيجي تدور على حاجه. الناس كده يا شباب تقول لي هل عندكم اي مشكله في اي حاجه؟ ما انا قلت لك ما تبصيش قدامه على النت، لا انت كده ما ركزتيش في الحته دي معايا. انا قلت لك ما تبصش قدامه على النت، قول له طب ابعت لي التحليل على الواتس وانا اشوفها لك وابعت لك النتائج. ماشي؟ يا دكتورة عفوا، بس انه انا بدي طالع البي دي اف، اطلعها من التسجيل ولا كيف؟ ابعتها لكم على الجروب، انا بعتها لكم على الجروب، كل مره ببعت لكم البي دي اف على الجروب. اوكي انا هقول لك حاجه، بعد ما هقفل النهارده معاكم هبعت لكم الاربعه كلهم تاني ورا بعض. تمام، عشان يبقى معاكم الماده العلميه كمان. هي دكتور شكرا. أستاذة ولا أنا إلى هسه ما دخلوني بجروب التحليلات المرضية، إذا ممكن تعطين خبر للإدارة، بس أنا البنات يبعثوا لي اللينك. انت مش جوه الجروب بتاع التحاليل الطبية؟ لا لا مو بداخلة، ما دخلوني إلى هسه بيه. أمال انت ازاي دخلتي بتخشي ازاي؟ البنات تبقى يبعثوا لي اللينك. والله ده غريبة قوي. إذا ممكن تعطين خبر للإدارة، لأنه هي كمان احنا أحس واحنا عامة كده احنا، بصي يا دانا، هي دانا اللي نعم بتتكلم صح؟ نعم أستاذة دكتورة احنا خلاص احنا النهارده اخر مره يعني، احنا كده خلصنا.
تمام تمام بس يا انت ماما، المهم والله يكون معاكي، لو انت معاكي الاربعه بي دي اف يا ديانا تمام، مش معاكي قولي لي كلميني على الخاص وانا ابعتهم. تمام كده، تمام. شكرا دكتورة، ماشي حبيبتي، عفوا. هاي شكرا شباب كثير. الدنيا تمام ولا ايه؟ هاي يا دكتور، كله تمام. انا هلا شفت من البي دي اف، انا فكرتهم تسجيل يعني المحاضرة. مش هما بيبعتوا لكم التسجيل؟ هما بيبعثوا تسجيل صحيح، بس انا فكرت هون كمان بينزل، بس هلا انتبهت الصراحة. سوري. لا لا، انا ببعت لكم البي دي اف، انا عامه عشان ما تتلخبطوش هبعته لكم في النهايه خالص، الاربعه بي دي اف تقوموا محملينه وتنزلوا لهم عندكم يبقوا معاكم، تكتبوا عليهم مثلا قراءه التحاليل الطبيه وتحطوهم في فولدر كده عندكم وقت ما تعوزوا ترجعوا، لان طبعا صعب تحفظوا كل الارقام دي. لو المعمل كاتب ريفرنس هيبقى سهل عليك تبص، مش كاتب لازم ترجع لمرجع، تمام؟ ودي ما فيهاش حاجه، عشان كده بقول لك لو انت حاسس ان المريض اللي قدامك مش ثقه او كده قول له ابعت لي التحاليل على البي دي اف وانا هرد عليك او لما اوصل مثلا. اوكي، شكرا كثير لك دكتورة، الله يعطيك العافية، الله يسلم البيت. الله يعافيكم يا رب، الله يعافيكم. رح نرجع نشوفك في محاضرة تانية إن شاء الله. مش عارفه بقى انتوا في المواد اللي انا بديها ولا ايه، يعني انا احنا بدي تقريبا اختصاص. خلصنا خلاص، يعني ظل بس تجميل يعني لا التجميل مش تبعي والله، انا بدي الطب البديل والتغذية اوكي شكرا لك دكتورة على بس، لو المواد. عصتوا اي حاجة ابعتولي عادي على الخاص، ابعتولي في اي وقت يعني وانا معاكم طبعا. اوكي، اشوفكم بقى على خير يا رب وبالتوفيق دايما وكده، بدل تمام وكله حاجة خلاص تمام بإذن الله، هنقفل بقى وشكرا جزيلا، انت بخير يا رب، وانت بخير. شكرا. ودايما متمنية لكم كل التوفيق يا رب، ودايما من نجاح لنجاح. امين. آمين يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام، في امان الله.